بسم الله الرحمن الرحيم. فقط في هذه المحلة محلة 893 في حي الفرات تم تسجيل 16 حالة، 14 منها في يومين فقط، وهذا طبعا جميعهم أقارب والعدد في ازدياد. الالتزام غير جيد في نفس الأزقة التي فيها حالات، الأطفال يلعبون في الشوارع وللأسف الآباء غير مكترثين لهذا الأمر. نتوقع تسجيل المزيد من الحالات في هذه المنطقة. لدينا إجراءات، لدينا فرق قامت بمسوحات ومستمرة، وأيضا هذا المركز هناك فرقة الناس ترد إليه بأعداد لا بأس بها لغرض الفحص، وأيضا نهيب بجميع المواطنين الذين لديهم شكوك أو لديهم تزاور أو تلامس مع الحالات التي أصيبت أو التي تم تشخيصها، مراجعة هذا المركز بأقرب وقت لإجراء المسوحات أو الذهاب إلى الفرق الجوالة. نتمنى من المواطنين في هذه المنطقة الحذر الشديد. يبدو هناك حالات لم تسجل لحد الآن، لكن إن شاء الله فرقنا سوف تقوم بتشخيصها جميعاً، لكن نشدد على الحذر وإجراءات الوقاية والسلامة من هذا المرض.